بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله معكم الأستاذ رفعت حمزة خبير وموجه أول الرياضيات. النهارده أبنائي الطلاب ميعادنا مع الجزء الثاني في مراجعة الوحدة الثانية في الهندسة الفراغية هنستكمل فيها مجموعة أخرى من تمارين على معادلة المستقيم ومعادلة المستوى يلا بينا. أول مثال معانا بيقول إذا كان المستقيم ر يساوي 1 و2 زائد ك في 2 وسالب 6 وم عمودي على المستوى ك س زائد 3 ص ناقص 2 ع يساوي 6 فان ك زائد م تساوي نقط نخلي بالنا يا الطلاب في حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها اتفقنا قبل كده ما هو شرط التوازي شرط التوازي دائما لمتجهين او مستقيمين او مستويين ان يكون لهما نفس نسب الاتجاه يبقى الشرط العام للتوازي أن يكون لهما نفس نسب الاتجاه. بالنسبة للمتجهين نفس نسب الاتجاه، بالنسبة للمستقيمين نفس نسب الاتجاه لمتجهي اتجاهيهما، وبالنسبة للمستويين نفس نسب الاتجاه للمتجه العمودي على كل منهم. بينما شرط تعامد متجهين أو مستقيمين أو مستويين هو أن يكون الضرب القياسي لهما يساوي صفر. بالنسبة للمتجهين الضرب القياسي لهما يساوي صفر. بالنسبة للمستقيمين الضرب القياسي لمتجهي اتجاهيهما يساوي صفر. بالنسبه للمستويين الضرب القياسي لمتجه الاتجاه العمودي لكل منهما يساوي صفر. اذا بصفه عامه شرط التوازي نسب الاتجاه وشرط التعامد الضرب القياسي يساوي صفر بشرط لنفس الشيئين متجهين مع بعض، مستقيمين مع بعض، مستويين مع بعض. بينما لما ادرس توازي مستقيم مع مستوى او تعامد مستقيم على مستوى بنعكس هذه الشروط شرط تعامد مستقيم على مستوى نخلي بالنا ابناء الطلاب شرط تعامد مستقيم على مستوى هو ان يكون نسب الاتجاه لكل من اله والنون واحدة هتقول انت كده خالفت الشروط لا مفيش تخالف نخلي بالنا لنفس الشئين متجهين مع بعض مستقيمين مع بعض مستويين مع بعض شرط التوازي نسب الاتجاه وشرط التعامد الضرب القياسي يساوي صفر انما لما اعمل خليط بين مستقيم ومستوى نخلي بالنا هنعكس الشروط شرط اللي كان شرط توازي هيبقى شرط تعامد واللي كان تعامد هيبقى توازي فنخلي بالنا كويس جدا من هذه الجزئيه فهذا المثال بيقول لي المستقيم المعلوم ره تساوي 1 و2 و3 زائد كاف في 2 وسالب 6 وميم عمودي على المستوى ك س زائد 3 ص ناقص 2 ع يساوي 6 تعالوا نطلع متجه اتجاه المستقيم هنسميه ايه اللي هو عباره عن 2 وسالب 6 و تعالوا نطلع متجه الاتجاه العمودي على المستوى اللي هو ك و3 وسالب 2 كده معانا اله ومعانا النون نخلي بالنا هو ايه اللي ان المستقيم عمودي على المستوى ايه شرط التعامد في هذه الحاله شرط التعامد في هذه الحاله ان اله هتوازي النون يعني متجه الاتجاه المستقيم يوازي متجه الاتجاه العمودي على المستوى وبالتالي هتعامل هنا مع نسب الاتجاه ده معناه ان اتنين على كاف تساوي سالب ستة على تلاتة تساوي ميم على سالب اتنين ومن خلال هذه النسب بكل سهولة هحصل على قيمة كاف تساوي سالب واحد وقيمة ميم تساوي اربعة هو عاوز مني كاف زائد ميم لما اجمع سالب واحد زائد اربعة هحصل على ثلاثة وبالتالي اجابتي الصحيحة في هذا السؤال المهم هي الاجابة الرابعة تعالوا مع بعض نشوف مثال اخر المثال بيقول اذا كان المستقيم س ناقص اتنين على ثلاثة يساوي ص زائد واحد على سالب اربعه يساوي ع زائد تلاته على خمسه يصنع زوايا قياساتها ل و ون مع مستويات الاحداثيات س ص و ص ع و س على الترتيب فان جا تربيع ل زائد جا تربيع م زائد جا تربيع ن يساوي نقط ومديني عده اختيارات هذه الفكره فكره جديده عليكم احنا عارفين ودرسين قبل كده زوايا الاتجاه ايه تعريف زوايا الاتجاه هي الزاويه المحصوره بين المتجه والمحاور الثلاثه محور س ومحور ص ومحور ع سيتا س سيتا ص ع في المثال مديني الزوايا بين المستقيم وبين المستويات الثلاثه وليس المحاور الثلاثه عايز أنبه أبناء الطلاب إن الزاوية بين المستقيم ومحور س هي متممة الزاوية التي يصنعها مع المستوى ص ع. تاني الزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور س اللي هي سيتا س هي متممة الزاوية التي يصنعها نفس المستقيم مع المستوى ص كذلك الزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور ص هي متممة الزاوية التي يصنعها مع المستوى س ع. كذلك الزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور عين هي متممة الزاوية التي يصنعها مع المستوى س ص معنى ذلك ان الزوايا ل و ونون هي متممات لزوايا الاتجاه الطبيعي معنى ذلك ان سيتا س هي 90 ناقص م وسيتا ص 90 ناقص ن وسيتا ع 90 ناقص لام احنا عارفين كويس جدا ان جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا عين تساوي واحد. تعالوا نشيل سيتا س ونضع مكانها 90 ناقص م وسيتا ص ونضع مكانها 90 ناقص ن وسيتا ع ونضع مكانها 90 ناقص لا نرجع بالذاكره الى الصف الاول الثانوي احنا عندنا ال 90 درجه بتغير مقطع الزاويه. ما معنى ان هي تغير مقطع الزاويه؟ يعني بتقلب الجا الى جتا والجتا الى جا والظا الى زطا والزطا الى ظا. يعني تشيل حرف التاء يتضع حرف التاء انا امامي جتا 90 ناقص م هعتبرها جا م بنفس الطريقه جتا 90 ناقص ن هعتبرها جا ن وجتا 90 ناقص ل هعتبرها جا ل اصبح الشكل النهائي جا تربيع م زائد جا تربيع ن زائد جا تربيع ل تساوي واحد وبالتالي اختيار الصحيح لهذا المثال المهم والجديد هو الاختيار الاولاني تعالوا مع بعض ننتقل الى مثال اخر بفكرة جديدة المثال بيقول اذا كان المستوى 2 س ناقص ص زائد 2 ع يساوي 6 يمس سطح الكره س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 4 س ناقص 2 ص زائد 6 ع زائد 5 يساوي 0 فان معادله المستقيم المار بمركز الكره ونقطه التماس هو نقط ومديني عده اختيارات ايضا هذا المثال فكره جديده. هو بيقول لي مستوى يمس سطح كره. طيب وعاوز مني معادله المستقيم المار بنقطه التماس والمار بمركز الكره. نخلي بالنا المستقيم المار بنقطه التماس ومار بمركز الكره مؤكد عمودي على هذا المستوى. مؤكد هو وعمودي على هذا المستوى. نعرف من دراستنا في المرحله الاعداديه ان المماس عمودي على نصف القطر. طالما المستقيم يمر بمركز الكره اذا هو عمودي على نقطه التماس انا عشان اجيب معادله هذا المستقيم محتاج حاجتين محتاج نقطه عليه ومحتاج متجه اتجاهه النقطه عليه متوفره وهي تمثل مركز الكره مركز الكره طبعا عارفين نص معامل س باشاره مخالفه ونص معامل ص باشاره مخالفه ونص معامل ع باشاره مخالفه كده خلاص عرفنا النقطه التي يمر بها المستقيم يتبقى معرفه متجه اتجاه المستقيم المستقيم المار بنقطة التماس وبمركز الكرة مؤكد عمودي على سطح المستوى وبالتالي متجه الاتجاه العمودي على المستوى هو هيكون نفس متجه اتجاه المستقيم كده أصبح متجه الاتجاه العمودي على المستوى وهو 2 وسالب واحد و يمثل في نفس الوقت هو متجه اتجاه الخط المستقيم والنقطة طبعا عندنا مركز الكرة معروف ان هو 2 وواحد وسالب 3 كده عندي مستقيم يمر بالنقطة 2 و1 وسالب 3 ومتجه اتجاهه 2 وسالب 1 و2 كده كل متطلبات تكوين معادلة المستقيم متوفرة قلنا ر بتساوي ق زائد ك ه القاف عندي 2 و1 وسالب 3 زائد ك في متجه الاتجاه اللي هو 2 وسالب 1 و2 وبالتالي اختيار الصحيح لهذا المثال القوي والمهم هو الاختيار الاولاني تعالوا مع بعض نشوف مثال اخر المثال بيقول اذا كان جيوب تمام الاتجاه لمستقيم ما هي واحد على ب وواحد على ب وواحد على ب حيث ب اكبر من صفر فان ب تساوي واحد ولا ال ب تساوي جذر ثلاثة ولا ال ب تساوي جذر اثنين ولا ال ب اكبر من صفر واقل من واحد فهذا السؤال قايل لي ان جيوب تمام الاتجاه لمستقيم ما هي واحد على ب وواحد على ب وواحد على ب انا عارف كويس جدا ان مجموع مربعات جيوب تمام الاتجاه لاي مستقيم تساوي واحد وبالتالي هقدر اقول ان واحد على ب تربيع زائد واحد على ب تربيع زائد واحد على ب تربيع كل ده هيساوي واحد لاحظوا ان المقامات متوحده ب تربيع يبقى اصبحت 3 على ب تربيع تساوي واحد ومن خلالها يبقى ب تربيع بتساوي 3 وده معناه ان ال ب هتساوي جذر 3 وبالتالي اختياري الصحيح لهذا المثال هو الاختيار الثاني تعالوا مع بعض نشوف المثال الخامس والاخير في هذا الجزء المثال بيقول اذا كان الف و ب تمثل ثلاثه احرف متجاوره في متوازي سطوح حيث معيار الف يساوي 2 وزوايا الاتجاه له هي 135 درجه 60 درجه 120 درجه ومديني عناصر المتجه ب واحد وجذر اتنين وصفر وعناصر المتجه ج جذر اتنين وتلاته وخمسه فإن حجم متوازي السطوح يساوي نقط وحده مكعبه اتفقنا؟ عشان نجيب حجم متوازي السطوح باستخدام ثلاثة متجهات متلاقية فيه هي حاصل ضرب ثلاثي قياسي لهذه المتجهات الثلاثة يعني لازم يكون معايا المتجه أ والمتجه ب والمتجه ج نلاحظ إن المتجه ب معانا مفيش مشكلة المتجه ج معانا ايضا ما فيش مشكله يتبقى ليا المتجه الف هو مش مديني المتجه الف بشكل واضح ولكنه مديني معيار المتجه الف ومديني قياسات زوايا الاتجاه اتفقنا المتجه الف معياره اتنين يعني كميه قياسيه عشان نحول الكميه القياسيه الى كميه متجهه لازم نضربها في متجه الوحده في اتجاه ومين هو متجه الوحده متجه الوحده اتفقنا هو المتجه على معياره او جيوب تمام زوايا الاتجاه فهذا المثال هو مديني قياسات زوايا الاتجاه يبقى متجه الوحده عباره عن جتا 135 وجتا 60 وجتا 120 لما اضرب هذا المتجه الوحده في معيار المتجه ا هحصل على سالب جذر 2 و1 وسالب 1 كده اصبح معايا بشكل مباشر المتجه ا ومعايا المتجه ب ومعايا المتجه ج وعاوز مني حجم متوازي سطوح اللي فيه المتجهات ا ب وج متلاقيه في نقطه واحده اتفقنا ان حجم متوازي السطوح هو عباره عن حاصل ضرب ثلاثي قياسي لهذه المتجهات الثلاثه يبقى اصبحت ا ضرب قياسي ب ضرب اتجاه ج عباره عن الصف الاول عناصر المتجه ا الصف الثاني عناصر المتجه ب الصف الثالث عناصر المتجه ج بالتعامل مع هذا المحدد وفكه بكل سهوله هحصل على سالب جذر اتنين مضروبه في خمسه جذر اتنين ناقص واحد مضروبه في خمسه ناقص واحد مضروبه في 3 ناقص اتنين الناتج هنا هيكون سالب ستاشر ولكن انا بجيب حجم اتفقنا لما بيطلع الناتج كميه سالبه بناخد القيمه المطلقه للناتج وبالتالي نقدر نقول ان حجم متوازي السطوح اللي فيه المتجهات ا وهو ج ثلاثة متجهات متلاقية في نقطة واحدة يساوي 16 وحدة مكعبة وبالتالي إجابتي الصحيحة في هذا السؤال هي الإجابة الأولى. كده يا أبنائنا الطلاب انتهينا من منهج الهندسة الفراغية درسناه على وحدتين الوحدة الأولى كانت تتكلم على النظام الثلاثي الأبعاد ثم درسنا معادلة الكرة ثم درسنا متجهات الوحدة ومعيار المتجه ثم تطرقنا إلى حاجة جديدة عليكم اسمها زوايا الاتجاه وعرفنا العلاقة الرياضية اللي بتربط بين زوال الاتجاه الثلاثة، ثم درسنا الضرب الاتجاهي والضرب القياسي، ده في الوحدة الأولى، في الوحدة الثانية درسنا معادلات الخط المستقيم بجميع أفكاره، ودرسنا أيضاً معادلات المستوى بجميع أفكاره. بكده انتهينا من منهج الهندسة الفراغية، كان معكم الأستاذ رفعت حمزة خبير وموجه أول الرياضيات مع أطيب تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق.